محمصه. وافل اريد اللعب. وافل نحن في منتصف الليل، العب مع بليك. لا هل تشعر بحاجة؟ هل تزوجت رجلا ام درفيلا؟ لفترة محدودة نقدم لكم زهرية ثمينة مصنوعة في أفران تاريخية ومغذية بصبغة زهور نادرة مزينة بأحجار كريمة ومغلفة بعدس أنواع تغليف الفقاعي. الفقاعي؟ الفقاعي؟ من يصرخ؟ وافل! وافل أيها القرد الأحمق المزعج، ماذا فعلت؟ من أين حصلت على هذه الفقاعات؟ كان يغلف الزهريات. كم أنفقت على عملية شراء هذه من أموالنا؟ كل شيء، خذوا كل شيء. لماذا تأخذ كل ما لدينا؟ لأنه لم يعد لكم. أحمق اسمه الآن. نعم هو أنفق كل ما لكم، صرتم مفلسين الآن. لا تنسوا السمندل. ماذا؟ لا السمندل. هوفز تذكروني. أصبحتم مفلسين، رائحتكم كريهة. أفلسنا؟ أنا لا أفلس. سمندل أنا؟ هذا أمر سيء، رأينا الأسوأ، سنخرج من الأزمة. كيف؟ أريد طعاما، مأوى. حسنا، لنحصل على عمل. ماذا؟ عمل؟ هل تمزح؟ هكذا يا صديقي. لنعمل. قبل أن نعثر لكم على عمل، ما هي مؤهلاتكم؟ مؤهلات؟ مؤهلات. لماذا لا تخرج إلى المركز التجاري؟ هل لديكم مقاسي منها؟ طبعاً، يمكننا حياكة اثنين معاً. مطرودون! وافل اخرج من هناك يا فتى. ما هذا الشيء يا شباب؟ انت في قفص، انت في قفص. اهربوا ايها السجناء، تحرروا تحرروا. انظر الى هذا يا غوردون، انظر الى الكلب ذي الانف السخيف. مطرودون! ماذا لديهم هنا غير هذا؟ كتار الهرب! مطرودون! 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 زي اللطيف، سنسخر منكم الآن كما فعلنا من قبل. نعم. ماذا؟ نعم. أعتقد أنكم حمقى كما يقول مستر بليك. أيها السادة، أعتقد أن هناك سوء تفاهم. نعم، أيا كان معنى هذا. لا لا، نحن بلا فائدة، لقد طردنا من كل متجر هنا. إلى هذا وصفة المشروب الغازي في عائلتنا منذ أسبوعين، وهي من أفخر المكونات. الآن اتبعوا الوصفة جيداً. لا تغذلوني. ها؟ نضيف الماء؟ أوه حسناً يا مستر بليك، جاء وقت اختبار التذوق. التذوق؟ هل جننت؟ لن أشرب هذا المشروب الجاهز، اشربه أنت. لا، أنا مصر، اشربه أنت. لا، اشربه أنت. لا أنت. اشربه. لا أنت. حسناً حسناً، أنت تفوز، اشربه. حسناً، سأشربه. لا، لماذا نحن حمقى؟ سوف نطرد بالتأكيد. لن أرى السمندل بعد اليوم. عذراً، هل لي بمشروب غازي من فضلك؟ فتاة كيمبلي؟ طبعاً، أي شيء من أجلك؟ انسوا كتاب وصفات العائلة، المشروب الغازي في دمنا، سنفعل هذا، لن نطرد هذه المرة. آه.
نجحنا! انظر إلى المال الذي جمعناه! إنه لنا! لنا! سمندل! إنه عمل رائع يا شباب! لا أعرف ماذا أقول! ما رأيك في يوم راتب يا عزيزي؟ نعم بالتأكيد! 4 ورقات لا أكثر! هذا هو كل ما لنا! حققنا لك ثروة! لا يعجبني كلامك يا فتى! لا 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 تقولها! لا تقولها! أنتم مطرودون! قالها! نعم! كانت هذه فرصتنا الأخيرة! نحتاج العمل! مشروباتنا الغازية! أمسك بهم! وصفة المشروب الغازي في عائلتنا منذ أسبوعين، وهي من أفخر المكونات. اتبع الوصفة جيداً. لا تغزلني! إنه سينفجر! لا أصدق! عدنا حيث بدأنا، مفلسون وبلا عمل، سنموت جوعاً! يمكننا لاقوا أنفسنا! أية أفكار عبقرية أخرى؟ يمكننا أن نعيد جميع الزهريات! احتفظت بالإيصال! سبليي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 ي